الورم الليفي، الورم الليفي بيصيب نسبة كبيرة من السيدات، تقريبا 40% من السيدات فوق سن 35. واعتقد اي سيدة تروح للدكتور ويقول لها عندك ورم قبل ما يقول هو ايه نوع الورم ممكن يجي لها حالة ذعر وحالة بانيك. لكن في اعتقادي وهنعرف دلوقتي ان الورم الليفي ده ما يسببش الذعر. بس خلينا كده الاول نرحب بالدكتور الجميل اللي دايما بيشرفني وينورني، استاذ الدكتور احمد عوض الله، استشاري تاخر الحمل والحقن المجهري وعضو الجمعيه البريطانيه بلندن للخصوبه. اهلا بيك يا شيخ. ازيك؟ النهارده مديها بدل بقى. جاي تعقدني. حته السنيه الجامده بقى. لا لا، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. يعني ايه ورم ليفي؟ هو الورم الليفي بيطلع من عضله الرحم، والرحم هو المكان الذي يستوعب الاجنه او البيبي، والجدار بتاعه هو اللي المفروض عند وقت معين بينزل، ومع نزوله بتنزل الدوره، لانه العضله بتاعه الرحم او الرحم نفسه متغطي بثلاث طبقات، طبقه خارجيه ودي عامله زي المنديل بتاع الرحم من بره، وطبقه وسطانيه اللي هي عضله الرحم، والطبقه الداخليه اللي هي بطانه الرحم. اوكي. العضله اللي هي الطبقه الوسطانيه دي بيبقى فيها عضلات، هي ماسلز زي العضلات بتاعتنا بتاعت الرجلين والايدين والجسم كله. لما بيبدا يحصل تحوصل للعضله دي بطريقه معينه وتعمل تبدا تتكون فيها نوع من انواع الاغشاد زي البصله، لو انت قطعتها هتلاقي دي اسمها الورم الليفي. الورم الليفي ده بيصيب مجموعه كبيره من السيدات، وبالذات في البلاك ريس اللي هو الجنس الاسمر هتلاقي نسب حدوث ورم ليفي عاليه جدا. الورم الليفي ده في كثير من الأحيان ليس له أي تأثير على لا السيدة في عملية الإنجاب ولا السيدة في الدورة وإن يحصل نزيف و أوكي. ونسبة إن هو يحصل منه انقسامات تؤدي إلى حدوث سرطانات فيه لا تتعدى النص في الألف. أوكي. فالرقم قليل جدا، يعني هذا الورم في المجمل بتاع السيدات مش هيحصل منه أورام خبيثة نهائيا. كلام مطمئن يعني. طبعا. إنما إحنا النهاردة بنتكلم على الورم الليفي في الجزيئة اللي هي تخص تأخر الحمل. والجزيئة اللي هي تخص السيدات اللي هم كسروا 45 سنة وعندهم أورام ليفية وهم دلوقتي قلقانين، هل الورم الليفي ده يتشال ولا لأ؟ هو بيبقى كذا ورم ولا واحد؟ ممكن يبقى واحد وممكن يبقى مئات. يعني ممكن يوصل الرحم لأن هو يبقى زي الرحم بتاع سيدة قربت تولد. يكبر كده؟ جدا. وممكن يبقى فيه منهم عاملين زي العنباية، وممكن يبقى منهم واحد قد البطيخة. كل ده بسبب اللي بيتكون بسبب العضلات اللي جوه الرحم؟ لا، هي عضلة الرحم في يعني نوع من أنواع التكاثر بطريقة معينة بيحصل في نقطة معينة في العضلة دي فتبدأ تعمل اللي هو الورم الليفي ده. الورم الليفي ده زي ما اتفقنا ممكن يبقى قد العنبه واصغر، وممكن يبقى اكبر من البطيخه. طبعا الورم الليفي ده لما اتكلمنا عليه ان هو يعني الجزء اللي يخص تاخر الحمل، في مجموعه من السيدات الورم الليفي ده بيبقى ضاغط على بطانه الرحم. يعني هو لو احنا تخيلنا ان العضله دي عباره عن ساندويتش، او يعني ثلاثه لايرز، وخدنا اللاير الوسطاني بتاع الساندويتش وقلنا ان دي البطاء التجويف الرحم نفسه اللي هو الجزء الوسطاني بتاع الساندوتش، ولو تخيلنا انه الجزئين الفوقانيين او الفوقاني والتحتاني دي العضله، ممكن يكون ضاغط العضله على تجويف الرحم. وممكن تكون الضغط دون على الرحم من بره، وممكن تكون الاورام اللي فيها دي صغننه جدا، صغير قد 2 سنتي، ويكون ضاغط على تجويف الرحم من جوه. أسوأ من لما يبقى الورم الليفي ده 7-8 سنتي وخارج الرحم. لو خارج الرحم مفيش مشكلة. خارج الرحم مفيش مشكلة لأن هو طالما لا يعوق التجويف بتاع الرحم من جوه مشكلة. يبقى ملوش مشكلة. بس الحقيقة إنه في مجموعة من السيدات، ده المجمل. في مجموعة بيبقوا فيري تريك، يعني في مجموعة تبقى أنت مش قادر إنك أنت تقيم هل الورم الليفي ده هو تطلعه قبل لما تعمل لها علاج، ولا تتركه في مكانه وتعمل علاج لهذه السيدة. لا فعلا. وفي مجموعة منهم الورم الليفي ده بيبقى ضاغط على قناة فالوب، فبيعمل نوع من أنواع الخلل في حركة قناة فالوب. فالبويضة ما تنزلش. وفي مجموعة منهم بيبقى الورم الليفي ده هو سادد القناة من أساسه.
مجرد انك انت تشيل الورم الليفي قد تترك هذه السيده لفتره معينه وتعمل لها بعد كده اشعه بالصبغه وتلاقي الانابيب عندها بقت سليمه. فالورم الليفي لازم يتحسب حسابات اكتر، يعني الحسابات بتاعته ما هياش مجرد ان ورم ليفي موجود وخلاص، ومش مجرد انت هتشيله وبعد كده تبتدي تعالج، انت ممكن تسيبه وتعالج. وفي سيدات بيبقوا عاملين دورات علاج حقن مجهري مره واثنين وثلاثه واربعه وانت مش لاقي سبب واضح عشانه، السيده دي ما حصلش حمل وعندها ورم ليفي 2 3 سنتي في عضله الرحم، ممكن تبقى انت عايز تدخل تشيل الورم الليفي دون عشان تديها اعلى فرص حدوث حمل. اوكي. فيعني هو المجمل بتاعه في التفكير ما هوش مجرد انه يلا ورم ليفي شيلوه خلاص. في سيدات ممكن يتأذوا من وراء استئصال الورم الليفي، وفي سيدات ممكن يستفيدوا من استئصال الورم الليفي. وزي ما اتفقنا هو طبعا المشكله الحقيقيه في انه كثير من السيدات حتى هذه اللحظه بيبقوا قلقانين وخايفين انه استئصال الورم الليفي قد يؤدي الى استئصال الرحم. فعلا لانه استئصال العمليه بتاعت اللي هو استئصال الورم الليفي الى حد ما هي دمويه، يعني عمليه فيها نزيف بيحصل. بس النهارده لو الست معلش انتوا ده بتشيلوه ازاي الورم الليفي ده؟ منظار ولا بتشيلوه؟ انت تخيلت البصله مش ليها القشره بتاعتها اللي بره؟ اه انا عايزك تتخيل ان القشره اللي بره دي اللي احنا ما بناكلهاش هي دي عضله الرحم. ماشي. وانه ما هو داخل القشره دي هو الورم الليفي. فانت بتقوم فاتح في القشره اللي هي بتاعت البصله دي وتقوم جايبه ومطلعه وتخرج بيه كوره وقافل وتقفل التجويف ده هو تاني وتلمه على بعضه وكده تشال الورم الليفي. فانت كده هتقطع العضله بتاعت بس العضله بتاعت الرحم مجرد انك انت تقطعها ده ما فيش خطوره منه. الخطوره لو انت دخلت داخل تجويف الرحم. يعني لو انت دخلت جوه تجويف الرحم ده خطير. انما لو انت ما دخلتش جوه تجويف الرحم يبقى انت مش هتاذي البطانه الداخليه للرحم. لان البطانه الداخليه للرحم هي الاساس في التصاق الاجنه على بطانه الرحم مش العضله. أوكي. انت العضله دي عباره عن زي لما يكون واحد عنده دمل. هي دي تعتبر كانها دمل بالنسبه للاجنه قبل لما تلتصق على بطانه الرحم. خليني اسال حضرتك حاجه دلوقتي، لو واحده خلاص خلفت جابت 2 بيبيهات وخلاص واكتشفت ان عندها ورم ليفي او ورم جميل لازم تستأصلهم ولا خلاص هي جابت ولاد؟ بص حضرتك لو هي بتدور على انه يحصل حمل لو الورم الليفي ده بيعوق عمليه الانجاب هيتشال لسبب ما طبي الاستشاري او الدكتور اللي بيعالجها شايف ان ده يفضل ان هو يستأصل يتشال. اوكي. لو هو شايف ان هو لا يعوق عمليه الانجاب يتركه. اوكي. لو هي عامله محاولات حقن مجهري او اطفال انابيب مره واثنين وثلاثه وعندنا مشكله احنا مش ظاهره لنا ليه هذه السيده ما بتحملش، يبقى هنعمل ايه؟ هنستأصل هذا الورم الليفي قبل لما نبدا دوره علاج مره اخرى. اوكي. في مجموعه بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليهم اللي هم السيدات اللي هم كسروا سن ال 40 او ال 45 اللي هم ما بيدوروش مثلا على الانجاب. وعندهم مشكله ان هم راحوا عملوا موجات صوتيه ولقوا في ورم ليفي. المجموعه دي على حسب بقى هل هم النهارده بيشتكوا، يعني هم عندهم اعراض ولا ما عندهمش اعراض. أوكي. الاعراض دي ممكن تبقى لخبطه في الدوره. واللخبطه في الدوره دي مجموعه من الحاجات، ممكن تكون الدوره بتاتي بنزيف. ممكن تكون الدوره بتيجي متكرره بسرعه، يعني مثلا مش كل 28 يوم، كل 15 يوم. اوكي. ممكن يبقى في سيدات عندهم نزيف بين الدوره والدوره. ممكن يبقى في سيدات عندهم الدوره دي بتقعد وطول، يعني طول الوقت شغالة. عندها نزيف. في مجموعه من السيدات بيبقى عندهم اعراض غير لخبطه الدوره زي امساك مزمن. التهابات مزمنه في مجرى البول. ليه؟ لان انت عندك كوره، الكوره دي سد الحوض. قاعده عامله لخبطه في المثانه، قاعده بتضغط على عضله المثانه، قاعده بتضغط على عضله الجهاز اللي هو الشرجي، فيبقى امساك مزمن. عندنا طول الوقت في مشكله في الجهاز البولي، ممكن برضو الستات دول يبقوا محتاجين ان يتشال لهم الاورام اللي فيه. مش الرحم بحاله؟ بص حضرتك هو شيل الرحم بياتي في حالات معينه. مش كل سيده عندها ورم ليفي سوف تلجا لاستئصال الرحم. لو ورم نوع تاني ممكن تشيله ساعتها. بالظبط. ومش كل واحده ست عندها اورام ليفيه بتدور على حمل هتشيل الاورام الليفيه. ومش كل ست هتبقى داخله على ترابيزه العمليات
هيبقى متقال لها انها لازم بنسبه كذا هتشيل الرحم لو حصل نزيف، لان في مجموعه منهم استئصال الورم الليفي بسيط جدا، تدخل كده كلامب واحد يعني اله واحده وتقوم شايل الورم الليفي واخد بعضك وخارج. في سيدات بيبقى عندهم الورم الليفي ده زي ما قلت لحضرتك واحد وسهل الوصول له، انما في اماكن معينه في الاورام اللي فيها ساعات بتبقى الوصول لها صعب. يعني هو في ريسك كبير ان ممكن تبقى واحده داخله تعمل عمليه الورم الليفي انه يضطروا يشيلوا لها الرحم. مجموعه منهم بس مش الكل. وده ما يبانش قبل العمليه خالص؟ لا، بيبان بالموجات الصوتيه وبالفحوصات اللي بتتعمل هؤلاء السيدات قبل لما يناموا على ترابيزه العمليات. بس هي هتبقى الكارثه ان هم لسه لو ما كانوش خلفوا لسه. ما هو دول بيبقوا بص حضرتك، دول بيبقوا كونسل بطريقه تانية بقى، يعني دول بيتم استشارتهم بطريقه تانية. في حال ان الورم الليفي يكون الوصول له صعب او استئصاله هيؤدي الى استئصال الرحم، يترك الورم الليفي، لانه في مجموعه علاجات اخرى ممكن تتعمل للورم الليفي. في علاجات دوائيه، في ادويه بتتاخد بطرق معينه عشان تقلل الدم اللي وصل للورم الليفي. في ناس بتستأصل الورم الليفي عن طريق منظار البطن، منظار الرحم. يعني تدخل من جوه تجويف الرحم مش بفتح بطن خالص. يبقى عامل زي الكرة البينج بونج كده صغيرة، تدخل انت من جوه الرحم من تحت من عنق الرحم وتدخل بكاميرا جوه تجويف الرحم وتقوم شايل الورم اللي في ده ومفتته ومخرجه. ودي اسهل حاجة بس مش كل ينفع يعمل كده. على حسب المكان اللي موجود فيه الورم اللي في عضلة الرحم. اوكي، نفترض ان في بقى ورم ليفي ومش محتاجه انها تشيله هيترك كما هو. طيب وهي بقت حامل، الورم الليفي اثناء الحمل المشكله اللي فيه انه الدم اللي بيوصل كتير للرحم بيؤدي الى انه الورم الليفي ده بيكبر شويه مع البيبي، مع كبر البيبي ومع تطور الحمل، لانه انت قاعد طول الوقت بتغذيه بدم وانت ماشي. عشان كده هو يفضل في الحالات اللي زي كده هو انه الورم الليفي ده طبعا يعني طالما ما حصلش اجهاض متكرر السيده دي برضو مش هتنصح في يوم من الايام انها تشيل الورم الليفي. يعني لو هي النهارده اول مره السيده دي بتحمل وراحت لاول مره للدكتور عشان يعمل لها موجات صوتيه ولقى عندها ورم ليفي، يترك الورم الليفي طبعا، لانه استئصال الورم الليفي ممنوع اثناء الحمل وممنوع اثناء الولاده. ممنوع اثناء الولاده، وهي بتولد ممنوع اثناء الولاده، دي تبقى عمليه قاتله وليست دمويه. لان انت النهارده عشان تشيل ورم ليفي اثناء الولاده يبقى حضرتك كده هو بتعرض هذه السيده الى استئصال الرحم رسمي، لانه كم الدم اللي بيبقى واصل لحته الخيارايه يعني بيبقى ناشف جدا. اوكي، ديا بتؤدي الى استئصال الرحم في كثير من الحالات. معلش هسال سؤال قد يكون غبي، انا اسف يعني، بس هو لو في بيبي جوه في الرحم البيبي بيكبر في ورم الليفي ده، الورم ده ما يأثرش على البيبي نفسه؟ هل تتخيل انه الرحم قبل لما السيده بتبدا انه يحصل حمل حتى لو فيها ورم ليفي وزنه لا يتعدى ال 100 جرام؟ وزن مين؟ وزن الرحم. وحط كمان 50 جرام ولا 100 جرام للورم الليفي، يعني انت بتتكلم في 200 جرام. السيده مع كبر الرحم لحد لما بتصل الى النقطه اللي هي بتولد فيها، الرحم بيصل في بعض الاحيان الى وزن 2 كيلو. يعني الرحم بيكبر من وزن 100 جرام 200 جرام لحد 2 كيلو. شوف كم بقى ضعف 100 مره. فده معناه انه مع كبر الرحم ربنا بيخلي الرحم دون عامل زي البالونه، انت قاعد بتنفخ في البالونه بتكبر البالونه، بتنفخ البالونه بتكبر البالونه، بس البالونه دي ما بتفرقعش. البالونه اللي احنا بننفخ فيها تفرقع، انما الرحم دون ما بيفرقعش خالص. وعشان كده الورم الليفي في حاله والبيبي في حاله. انما في بعض الاحيان النقطه اللي بيبقى بيلتصق عليها البيبي في بدايه الحمله هي دي اللي بتعمل ساعات اجهاض متكرر. اللي بقى عشان كده مجموعه بالظبط، عشان كده مجموعه من السيدات اللي بيبقى عندهم ورم ليفي بيبقى عندهم حاجه اسمها اجهاض متكرر. يحصل اجهاض مره واثنين وثلاثه، ولو الورم الليفي ده موجود وهذه السيده عندها علامات اجهاض متكرر او تاريخ مرضي فيه اجهاض متكرر، يفضل ان يتشال الورم الليفي قبل ما تحمل تاني، لانه هيلزق البيبي هيلزق عليه. بس انا يعني الجزء اللي يهمني قوي في الشغل او في تفكيري هو السيدات اللي هم بيعانوا من تاخر حمل والدايلاما او النزاع النفسي اللي بينهم وبين الاطباء في استئصال الورم الليفي. هل يستأصل الورم الليفي ولا لا؟ هل ندخل نعمل عمليه عن طريق منظار الرحم ولا لا؟
هل عن طريق منظار عن طريق البطن؟ لو انا بشيله ايه التداعيات بتاعت حاجه زي كده قبل لما ابدا علاج مره ثانيه لمحاوله من محاولات الحقن المجهري او اطفال انابيب؟ هل انا النهارده محتاج ان انا اعمل فحوصات معينه طالما شلت الورم الليفي قبل لما ابدا علاج مره ثانيه ولا لا؟ مجموعه حاجات مهمه قوي. لخبطه رهيبه. او طبعا هي لخبطه لسبب، لانه النهارده اللي بتلجا الى انها تعمل حقن مجهري يفضل دائما انه كل الطرق تبقى مفتوحه قدامها لإنجاح المحاولة. حتى لو حتة بتاع قد كده. يعني كتير بنشوف سيدات مثلا خلاص عزموا على ان هم يبدأوا دورة حقن مجهري، وتلاقي حتة بتاع والله قد العنباية موجودة في عضلة الرحم، تقول لا لا وقف، شيل ده، اقعد شهرين ثلاثة لحد لما الرحم يستريح ولحد لما بطنة الرحم تستريح قبل لما تبدأ لها علاج. ده مهم جدا، لأن دي جزء من التحضير الدقيق لهؤلاء الحالات، عشان الورم الليفي ده لو ضغط على عضلة الرحم، انت عارف ده عامل زي ايه؟ زي لما يكون في لولب جوه الرحم. ينفع واحدة ست تولد تحمل باللولب جوه الرحم؟ ما ينفعش، هيبقى بيطرد. بالظبط. فنفس الكلام ممكن الورم الليفي ده يعامل معاملة اللولب في بعض الحالات. بمناسبة اللولب، لما سيدة تبقى مركبة اللولب ما بيجيلهاش الدورة الشهرية؟ لا طبعا، اللولب دون يعني لا يتعارض مع وجود دورة للست. اللولب ده عبارة عن جسم غريب موجود داخل تجويف الرحم، الغرض منه هو ان هو يفضل يبعت فيه اشارات كيميائية للمناخ اللي حواليه عشان يموت الحيوان المنوي اللي بيحاول يوصل للبيضة، وعشان يموت الجنين اللي بيحاول ينزل من الأنبوبة، وعشان يحاول وعشان يخلي الاجنه اللي بتنزل حتى من الانبوبه ما تعرفش تنزل على بطنه الرحم. اوكي، انت قلت لنا كده كل حاجه عن الورم الليفي بالتفاصيل. بالظبط كده. اشكرك. خلينا الاول النهارده ان شاء الله هندي لك لسته باسامي الناس اللي كلمونا وبعتوا لنا باذن الله، اللي انت هتختار منهم اثنين يبقوا معانا في الحلقه الجايه او اللي بعدها، تقول لنا هتعملهم ايه بالظبط. هو احنا ما عندناش مشكله ان احنا نساعد ناس كتير، بس هو احنا يعني عشان برضو حصل مشكله انه في بعض الناس بقوا بييجوا من الطرق اللي هي الخلفية وييجوا مثلا يقطعوا كشف ولا مش عارف يعملوا ايه، يقول لك احنا سمعناكم بتقولوا كذا. احنا هنسيب كل الاختيار يكون عن طريق البرنامج، وفي الاخر لو لم يوفق البعض هنا هنعملها بعد شوية وبعد شوية، يعني الموضوع مفتوح. بيسا صعبة ان انت تسيب الاختيار للبرنامج دي. طيب فقرتي اللي جاية هتكلم فيها عن ختان الإناث. بما ان انت معايا النهارده فانا عايز اتكلم، احنا الفقره الجايه هنتكلم فيها بطريقه نفسيه. سريعا كده قول لي، لما بنت تتختن ده بيسبب لها ايه لما تكبر او في الحمل، او هل في خطوره؟ هل وبص عليك، هو بس الناس لازم تبقى عارفة يعني ايه ختان الإناث في الأول. أولا ده مش تخصصي خالص، بس انت يعني دفعتني ناحية. أنا الحقيقة ساعة لما اشتغلت في كلية طب جامعة عين شمس في يوم من الأيام لقيت إن حد من أساتذتي له كتب في هذا المجال رحمه الله، كان الأستاذ الدكتور محمود كريم. أيوه. وكان رجل عملاق ومن الجيل اللي هو مات سنه 85 سنة أو 87 سنة، وله كتب في المجال بتاع ختان الإناث والحاجات دي طبية طبعا. هو المهبل الفتحة بتاعته الخارجية اللي هو ليبيا مانورا وليبيا ميجورا، دول الجزء اللي هو بين الجلد برة والمهبل اللي هي فتحة الدخول للأعضاء التناسلية عند المرأة. لما بيتاخد جزء من ليبيا مانورا وميجورا دول ويبدأوا يتخيطوا، في أنواع كتير قوي للسيركمسيجن أو الختان عند السيدات. أنا لا أتحدث عنه دينيا ولا أتحدث عنه حتى نفسيا، أنا أتحدث عنه طبيا. طبيا علميا. طبيا هو قد يعوق العملية بتاعت حدوث اللقاء بين الزوج والزوجة. هو ممكن يكون له تأثير على أنه يعمل حاجة اسمها soft tissue obstruction، أو أنه الأغشية اللي موجودة اللي بيطلع منها رأس البيبي ممكن تكون فيه يعني الفتحة اللي هي بتاعت الدخول للمهبل تبقى ضيقة أو صغيرة، فدي ممكن يكون لها تأثير على عملية الإنجاب. طبعا بيقلل السنسيشن خالص أو بيقلل الإحساس بالعلاقة اللي هو يعني في الانتيميت ريليشن اللي هو العلاقة بين الرجل الحميمة بين الرجل والمرأة. إنما أكتر من كده أنا مش شايف. طبعا يعني هو لو بيتعمل
وبالطرق اللي احنا كنا بنسمع عنها ان واحده سيد إن بنت صحيه وكلام من ده، انا شايف ان ده نوع من انواع يعني الاجرام بالظبط. وانا مش مقتنع بانه هو ده اللي هيقلل الرذيله ولا هيزود الرذيله وكلام من ده، لانه ده كلام يعني القنوات بقت مفتوحه على الملأ والناس بقت بتسمع وتشوف 24 ساعه، فمش هو ده الحاجه. انما انا دينيا لا اعلم ما يحدث في الفقره الجايه. علم النفس رايه ايه وهنعرف راي الدين رايه ايه، بس انت ما دام معايا فكان لازم اسالك. هو طبعا هو مهم جدا راي الدين، لانه مثلا يعني لا حتى هذه اللحظه في ناس بتتكلم وتسال يقول لك هو الطفل الانابيب حرام ولا حلال، وفي ناس لحد دلوقتي بتسال هو الفحص الوراثي للاجنة حرام ولا حلال، وفي ناس لسه بتسال هو تجميد الحيوانات المنويه حرام ولا حلال. الكلام ده كله يعني اغلق الحديث فيه من زمان. صحيح، بشكرك. ميرسي يا فندم، نورتني كالعاده. حضرتك على خير. شكر خاص جدا للاستاذ دكتور احمد عوض الله على وجوده معانا النهارده. خلونا نشوف فاصل، بعد الفاصل ارجع لكم مع دكتور هاشم بحري استاذ ورئيس قسم الطب النفسي بجامعه الازهر. هنتكلم معاه بالتفصيل على ختان الاناث، وهيكون معانا مداخله تليفونيه مع استاذه دكتوره امنه نصير. خليكم معانا لو سمحتوا.